خلال استقبال النائب المنتخب تيمور جنبلاط وفدا شعبيا من حاصبية في قصر المختارة، قدم لإهدائه النجاح المحقق في الانتخابات النيابية بفوز النائب أنور الخليل. رأى جنبلاط أنه بالانتخابات كسب معركة لكن الحرب مستمرة. مزبوط أنه بالانتخابات نجحنا، بس نجحنا معركة، الحرب بعدها مستمرة. بس من الله رأى معكم مع الأستاذ أنور مع دولة الرئيس نبيه بري، نتمنى يكون عندنا حليفين مثله إن شاء الله نربح الحرب. حاصبية قد حسمت خياراتها وهي منذ زمن بعيد قد حسمت، فهي جزء لا يتجزأ من مدرسة كمال جنبلاط ووليد جنبلاط والآن تيمور جنبلاط. فليذهب الباحثون عن حظهم ونصيبهم بعيدا عن حاصبية، لعلهم يجدون مكانا لهم على هذا الكوكب الواسع يدغدغ أحلامهم وينعش مطامعهم. وقال الخليل إن علاء بفرج كان ضحية حماقة وحقد لدى بعض الموتورين الذين أرادوا فتنة فادحة النتائج، ولكنهم بوعي وقيادة رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط الحكيمة أخفقوا في مسعاهم. خاتما، إن جريمة بهذا الحجم من مجرمين أصبحوا معروفين لدى الدولة وأجهزتها تجعلنا نطالب بأشد وأسرع الإجراءات الأمنية المطلوبة من الدولة للقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء المختص من دون إبطاء أو تسويف.